حديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الدكتور منذر رجب، أخصائي أمراض باطنية وعضو لجنة كورونا في تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا. دكتور أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. دكتور، نتحدث أكثر عن ردود الفعل الدول الأوروبية التي أوقفت لقاح أسترازينيكا خوفا من موضوع سيولة الدم والتجلطات خلال الأسابيع الماضية. اليوم هل اطمأنت هذه الدول فعليا بحسب متابعتك إلى تقرير وكالة الأدوية الأوروبية؟ نعم، مساء الخير لك عزيزي وعلى الإخوة المشاهدين. نقدر أن نقول أن اللقاح حتى هذه اللحظة هو لقاح آمن وفعال، وذلك طبقا للتصريحات التي صدرت عن الوكالة الأوروبية للدواء. المضاعفات التي حصلت تعتبر قليلة من ناحية النسبة العامة في لدى السكان الذين لم يأخذوا اللقاحات. نعم، طيب دكتور، يعني بعض الدول كفرنسا أجازت هذا اللقاح حتى بعد تقرير وكالة الأدوية الأوروبية، ولكن لمن هم فوق عمر 55 مثلا، لماذا هذه الجزئية بالتحديد؟ هل هنالك مخاوف مثلا أنه قد يكون مؤثر على صغار العمر أيضا؟ دعني أقول لك في البداية أن لقاح أسترازينيكا يعتبر شبه اللقاح الوحيد الذي شهد جدلا كبيرا بهذا الحجم من دون اللقاحات الموجودة الآن في الأسواق ضد فيروس كورونا، وذلك يعود إلى أربعة أسباب رئيسة. السبب الأول هو سوء التسويق وسوء العرض الذي قامت به الشركة إبان عرضها للمرحلة السريرية الثالثة، وبعد ذلك المشكلة الإعلامية والسياسية التي حصلت مع المفوضية الأوروبية حول آلية توزيع هذا اللقاح، وأضف إليها النقطة الثالثة المضاعفات الجانبية الشديدة التي أصيب بها غالبية من أخذ هذا اللقاح ولكنها لم تكن مضاعفات خطرة، وأتت إليها النقطة الرابعة هي المضاعفات المتعلقة بالخثرات والتجلطات الدموية لأوردة الدماغ. هذه النقاط الأربعة أدت إلى وهذا انعكس على سلوك العديد من الدول الأوروبية. ما قامت به فرنسا يعني يأتي في هذا السياق. نحن أمام، دعني أقول لك، نوع من التخبط أيضا. لربما فرنسا تكون الدولة الوحيدة التي اتخذت ثلاث قرارات في هذا المضمار. أولا، سمحت بالترخيص لمن هو من سن 18 إلى سن 65، وبعد ذلك رفعت إلى سن من يجوز أخذ هذا اللقاح من سن إلى سن 65 إلى سن 74 سنة، واليوم هذا القرار إلى أنه فقط لمن هما في سن 55. أنا أرى أن مرد هذا القرار هو المضاعفات التي حصلت بسبب التجلطات، خاصة يعني لدينا في ألمانيا سبع حالات تم اكتشافها، غالبيتها لسيدات وأشخاص أعمارهم بين 20 والـ50. فلربما هذا يكون أحد الدافع الرئيس أو الدافع الأساس على إنه المضاعفات تظهر عند صغار السن وليس عند الكبار. طب دكتور منذر، يعني أيضا فيما يتعلق بأسترازينيكا وحتى باقي اللقاحات، نحن ملاحظين أنه في الاتحاد الأوروبي هنالك وتيرة سريعة بعملية التلقيح لفيروس كورونا اليوم، رغم ذلك تلجأ بعض الدول إلى الإغلاقات كما تريد فرنسا خلال المرحلة المقبلة. لماذا تلجأ بعض الدول إلى الإغلاقات رغم ازدياد وتيرة عمليات التطعيم خلال هذه المرحلة؟ لأنه ليس لنا مفر وليس أمامنا من مفر إلا تسريع وتيرة التطعيم. نحن نقدر أن نقول لك أن أوروبا الآن أصبحت بؤرة للفيروس، غالبية الدول الأوروبية دخلت الموجة الثالثة الآن، فليس أمامنا إلا الاستمرار بوتيرة عالية من التلقيحات حتى تحصل مناعة لدى الناس، والالتزام بالأجراءات الوقائية. يعني ممر أو طريق ثالث غير هذه الطريقين لا يمكن. دكتور، بحكم خبرتك، الأسوأ قد يكون عبر على أوروبا أم لا أحد يعلم، قد يأتي ما هو أسوأ؟ دعني أقول لك، أجيبك بحذر، أنه لا تزال الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. نحن نتخوف الآن من هذه الموجة الثالثة، وذلك بسبب غزو الطفرات والسلالات الجديدة التي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل. نحن نتحدث الآن على أعداد تفوق 70% من الإصابات في ألمانيا هي بسبب الطفرات البريطانية أو السلالات البريطانية، والتي تنتشر بسرعة شديدة.
أشكرك جزيل شكر دكتور منذر رجب الأخصائي في الأمراض الباطنية وعضو لجنة كورونا في تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا. أشكرك جزيل الشكر.